إن شاء الله عجبك المنظر. هو فعلا منظر الغروب جوا الكنتور ساحر جدا. شنو شبيش تبعي للملابس؟ شنو تنتظرين هني نامن؟ شنو محتارة شلبس؟ والله عمي حقك إن عندك لها الملابس يحتار شلبس. محتارة لأن ماكو شي ينلبس. نعم كلهن صغار مو على قدي. كلهن بهذا الكنتور؟ شو القضية؟ هذا كنتور منو هذا؟ هذا كنتور منو؟ كنتورج؟ لو هذا كنتور أمي إجي بات يمنى لأن كنتور أبوي مسافر مثلا. تقصد أمك أضعف مني؟ شو ألفتي هالشكل؟ صدق مو هذا قصدي. أنا قصدي شنو؟ يعني أنا سمنت. لا هو أنتي مالين خاف أقلك خاف إنه بتزعلين. لا لا مو هذا قصدي. قصدي لا أبدا أنتي ما سمنتي أبدا. بس هن الملابس ها الملابس ضعفا كشن بالغسل يعني تقصد ملابسي مو ماركوي كشن بالغسل. شلون تلوفين هنا الشكل؟ ما مو هذا قصدي يابا. قصدي إنه ها مو أنتي أنيقة ما شاء الله الله يستر علي دائما أنيقة يعني فضربين أوتي 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 حرارة 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 فالملابس يعني الشحوم الموجودة بالملابس ذابت متأهل. شنو هم بيش هذا شو زي خلينا ساعدش بالله خلينا ساعدش حالاتي ها هذا داومت فيه هذا الأسبوع. ها صح احنا متفقين وياه يوم دوام وشهر استراحة عاشت ليش إنزين وهذا ها هاي خبط هذا ما طلع ما طلع ليش دي وين داومين جوا الدرج؟ لا يعني هذا غالي أروح به طلعاتي شراقية بينما للدوام أروح بشيء أرخص منه. ممتاز ليش مو الدوام هو اللي طاش هاي الفلوس اللي خلاش تجيبين بها هاي الشغلة الغالية وهذا هذا اللبسه بعدها ما كامله يراد اشتري له بعد تنوره وشال وجنطه وحذاء. شو القضيه بعد ما تردين يعزل بكنتور بوحده يعني مشترينه ب 40,000 ما ادري ايش قد يراد له ربع مليون يلا يلبس وهذا موديله قديم وهذا لابسته هواي وهذا صاحب قعدها مثله يروح وهذا ما يناسب الجو هالايام وهذا ايش عندي عرس ها هذا ايش عندي فاتحه هم صغر عليه ندمت من اشتريته وهذا سمنت انت قلت لي بعد لا تلبسي معقولة هاي الملابس كلها ما بيها شيء يلبس هذا الكنتور المليان أدري مليان بنظري وفارغ بنظرش أدري عمي خلاص وما شاء الله كلهن جدت أنا أقول له تبيعيهن أبيعهن طبعاً شحلاتهم بعدهن جدد نخليهن هنا نعرضهن بس أنا قلت شيلي البيبان وخلي كبنك والصبح تفتحين هنا وتسترزقين الله زين لعد عزلنا اليوم تعال باكر أوكي بس قبل لا أروح يراد بس أنا أختار ملابسي يعني أنا باكر هم عندي دوام إن شاء الله أوكي هم عندي دوام بس باي باشر أنا أختار ملابسي بس باي 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 باي, باي. هذا هو مستحيل هذا طلعت بيه اليوم المفروض تخليه بسلة الغسيل طلعت بيه مشوار صغير أنا تدرين بيه لازم أطلع بيه مشوار طويل يلا يروح الغسالة وتتعرفين نظامي القميص بين طلعته من الكنتور ودخوله الغسالة لازم يفطر نص العراق زين يا بنطرون راح تلبس أي بنطرون ألقاه قدامي ألبسه عادي ولا يهمني فضت راحت هذا وخلص عافني وراح طبعاً لأن كنتورك مليان ملابس زين هسه انا شلبس ما عندي شيء لبس